وشنو اللي يميز برنامج شهد وشعر عن البرامج الأخرى؟ طيب بداية أني دخلت لمجال الشعر بعمر صغير. تمام. حكيت لك قبل شوية راح تقول لي الشكل ضاف. أي نعم ضاف 50% مو أكثر. اختياري للشعراء كان موفق، اختياري للقناة كان موفق، واختياري لتوقيت البرنامج أيضا كان موفق. برنامجي اختلف عن البرامج لسبب ما بمحسوبية. أغلب البرامج الشعرية الآن اللي بالعراق معتمدة على المحسوبية. صديقي من حيث صديقي ابن عمي قرايبي لازم تطلع لي أخليه يظهر. أنا ما اعتمدت، أنا أخذت شعراء من الغربية. طمع. وأنت تعرف كل الزين. أكيد. وأخذت شعراء من الجنوب، أخذت شعراء من الوسط. طمع. ماكو أي شاعر ما أخذته بالعراق ولا اعتمدت على المحسوبية. طمع. ولا أنه هذا يعني لي أو هذا من، بس هذا ما اعتقد هذا يعني ميز البرنامج. اغلب البرامج هسه اذا تجي تبحثين تلقين ماخذين من الشعراء من الغربيه ومن الوسط باستثناء برنامج او برنامجين. طيب. وماخذين شعراء من الوسط ومن الغربيه ومن الجنوب ومن الشمال، موضوع طبيعي. اريد شيء ميز شهد وشعر عن باقي البرامج. العنصر النسوي. اها. اني باعترافك اني اكيد. أها. اني اللي ميز البرنامج. سلاستي مع الضيف، طريقه الحوار، انه الضيف يقعد مسترخي تماما. انت شجاعه وجريئه طبعا. تمام. أكيد. شلون تنظرين اليوم للفيحاء بعد خروج شهد الشمري منها؟ الفيحاء طفت. تحياتي لها. في حال عادت شهد الشمري للفيحاء، لا ما راح يرجع الموضوع نفسه. صعب. لا صعب اكيد. تمام. يعني كل شيء بوقته حلو. كل شيء بوقته حلو. الا انا حلوه بكل الاوقات سبحان الله. نورتنا اليوم شهد الشمري.